ما هو الفرق بين الصفة النفسية والصفة السلبية وصفة المعنى؟ الصفة النفسية هي عبارة عن إثبات أمر، أتكلم عن حكم، عن نسبة. لا يتكلم العلماء عن أمر زائد على الذات. لما أقول الله موجود، موجود نسبة، حكم، ليس هناك أو لا يوجد أمر زائد على الذات، أثبتت أمرا لهذه الذات، أثبتت حكما. والصفة السلبية هي نفي أمر عن الذات، حكم أنفي به عن الذات أمرا. لما أقول الله موجود ولا يسبقه العدم، نفيت عنه العدم السابق. الله لا يجوز عليه الفناء، نفيت عنه العدم اللاحق. الله سبحانه وتعالى لا يفتقر إلى مخصص وإلى محل، نفيت عنه الافتقار. الله سبحانه وتعالى لا يشابه، لا يماثل الحوادث، نفيت عنه المماثلة والمشابهة. لما أقول الله تعالى ليس له شريك، نفيت أن يكون له شريك. فالصفة النفسية هي إثبات أمر، الصفة السلبية نفي أمر، ليس أو لا يوجد أمر زائد على الذات، بخلاف صفة المعنى. صفة المعنى عندما أقول الله حي، حكمت بأن الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة، وهذه الصفة هي أمر زائد على الذات، قائم بالذات، لا هي هو ولا غيره. فليست مجرد نسبة، بل هي أمر قائم بذاته سبحانه وتعالى، الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام، هي أمور زائدة على الذات، قائمة بالذات، لا هي هو ولا غيره. لكن الصفة النفسية والصفة السلبية هي عبارة عن نسب، أحكام، ليست أمور زائدة على الذات.